السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أصدقائي، and welcome to English with Simo. في هذا الدرس سوف أقوم بتصحيح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية سنة 2018، اللغة الإنجليزية من طبيعة الحال مسلك الآداب. وكالعادة أصدقائي، سوف أبدأ بمكون اللغة language، ثم بعد ذلك سأمر إلى يعني سأبدأ بمكون اللغة language هنا، ثم بعد ذلك سأمر إلى writing، وفي آخر الفيديو سوف أقوم بقراءة النص والإجابة على أسئلة الفهم. إذن سأبدأ باللغة، مكون اللغة language 15 points، يعني 15 نقطة. التمرين الأول يقول give the correct form of the words in brackets. ما هو المطلوب منك في هذا التمرين؟ المطلوب منك يا صديقي هو أن تعطي الصرف الصحيح لهذه الكلمات التي توجد بين قوسين. ماذا يعني ذلك؟ يعني تحويل هذه الكلمة إلى إما اسم أو نعت أو فعل حسب السياق. مثلا هنا لدينا unemployment and illiterate. ماذا تعني هذه الجملة؟ يقولون هنا البطالة، وهنا هذه الكلمة illiterate تعني أمي. تعني أمي، نعم تعني أمي. ماذا يجب أن نقول؟ يجب أن نقول unemployment and illiteracy، يعني البطالة والأمية، لأنه لا يمكن أن نقول مثلا unemployment and illiterate، لأن ذلك باللغة العربية سوف يعني البطالة وأمي. يعني العبارة الصحيحة هي البطالة والأمية. يعني illiterate هنا قاموا بإعطائنا illiterate adjective يعني نعت، ويجب علينا تحويلها إلى اسم وهو illiteracy. يعني الجواب الصحيح هو unemployment and illiteracy are among the most serious problems in today's world. تعتبر من أهم المشاكل الخطيرة في العالم اليوم. They have become universe. هنا لقد أصبحت، و universe تعني العالم. سوف نقول لقد أصبحت عالمية، يعني universe سوف نقوم بتحويلها إلى adjective نعت وهو universal، يعني عالمي. Universal issues يعني مشاكل عالمية over the past few decades، يعني في العقود يعني القليلة الماضية. Poor countries need more، يعني الدول الفقيرة تحتاج إلى هنا finance وهنا assistance. يعني finance تعني المال، ولا يمكن أن نقول المال مساعدة، لأن assistance تعني مساعدة، يعني سوف نقول مساعدة مالية. هنا finance تعني المال، سنحولها إلى adjective وهو مالية، سنقول financial. Financial assistance to overcome such problems and ensure، وهنا sustain تعني الحفاظ على التنمية، و development سنقول sustainable development. و sustainable development في يعني في البكالوريا هو صراحة عنوان المجزوءة، عنوان مجزوءة من مجزوءات الكتاب المدرسي sustainable development، وتعني التنمية المستدامة. إذا السؤال الذي يطرحه الكثير من التلاميذ، وربما أنت تشاهد هذا الفيديو ستطرح هذا السؤال، كيف عرفت يا أستاذ كل هذه الكلمات، وما هو المطلوب مني لكي يعني أعرف جميع هذه الكلمات؟ هل هناك، أو بالأحرى هل هناك قاعدة يعني سأحفظها لكي أتعلم هذه الكلمات؟ في هل هناك قاعدة؟ من طبيعة الحال ليست هناك أي قاعدة يمكن تطبيقها في هذه الكلمات، لأنها كلمات تتعلق فقط بمعجم اللغة الإنجليزية. و مثلا في أقسامي في بعض الأحيان أقوم بإعطاء التلاميذ لائحة من الكلمات التي تتضمن يعني هذه الكلمات، وتحويلها إلى adjective أو noun إلى غير ذلك. وكذلك في بداية كل مجزوءة فالتلاميذ يقومون بكتابة بعض المفردات أو vocabulary المتعلق بتلك المجزوءة، ونحول الكلمات من اسم مثلا noun إلى نعت adjective. كما تلاحظ هنا illiterate illiteracy، universe universal، finance financial، sustain sustainable. مثلا يمكن لنا مثلا إذا أعطوك مثلا aware بين قوسين، فالمطلوب منك هو تحويلها مثلا إلى كلمة awareness، وتعني
awareness وتعني الوعي awareness إلى غير ذلك. يعني فقط إن كنت تريد أن يعني تراجع للامتحان الوطني، ما عليك إلا أن تكتب اللائحة، يعني لائحة هذه الكلمات، فهي معروفة جدا في الكتاب المدرسي، وتقوم بحفظها أو استعمالها في جمل لكي تتمرن أكثر حول أو عن استعمال هذه الكلمات. إذا هذا هو المطلوب في هذا التمرين. نمر إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول fill in the gaps with the appropriate words from the lists. 4 نقاط. تمرين سهل جدا، يعني املأ الفراغات بالكلمات التي توجد في هذه اللائحة. فالتمرين واضح جدا. هنا لدينا I am really bored. How about to see football match this afternoon. وهنا لدينا to go, going و go. هنا من طبيعة الحال سوف نستعمل going، ولكن لماذا going؟ لأنه توجد لدينا هنا preposition about. دائما في اللغة الإنجليزية عندما ترى preposition about فيجب أن يتبعها الفعل زائد ing. ما هي ال prepositions أخرى في اللغة الإنجليزية؟ هي at, by, on, for, in إلى غير ذلك. كل هذه الكلمات الصغيرة جدا تسمى باللغة الإنجليزية prepositions، وفي القاعدة دائما prepositions يتبعها verb verb ماذا؟ verb plus ing، يعني دائما يتبعها الفعل زائد ing، وتسمى باللغة الإنجليزية gerund. يعني كما تلاحظ هنا لدينا preposition about، يعني وضعنا verb go زائد ing كما تلاحظ هنا، وليست go فقط أو to go. إذن هذه هي القاعدة، دائما عندما تلاحظ أن هناك preposition فيجب أن يتبعها verb زائد ing. هنا المثال الثاني the government should more effort to eradicate crimes. يعني الحكومة يجب أن more effort الكثير من المجهود للقضاء على الجرائم. هنا to make effort هذه تسمى collocation، يعني كلمة مركبة، لأن دائما effort تذهب مع كلمة make effort، يعني القيام بمجهود. make effort لا نقول do effort، أنت أعمل مجهود، ليس مثل اللغة العربية، لأن في اللغة الإنجليزية نقول to make an effort، يعني أن تقوم بمجهود. هنا أو مثلا to have an effort ليست صحيحة، لأن لا يمكننا أن نقول الحكومة يجب أن تملك الكثير من المجهود، حتى وإن كانت تبدو الجملة سليمة باللغة العربية، لكن في اللغة الإنجليزية دائما effort تذهب مع كلمة make، نقول make effort، يعني هذه هي الكلمة الصحيحة make effort، وتعني القيام بمجهود. make effort تعني القيام بمجهود، فقط للتوضيح. إذن ثالثا Kate is the girl father has just been elected president of the city council. هنا المطلوب منا هو استعمال أحد هذه ال relative pronouns. تسمى لدينا where تعني تعود على المكان، و who تعود على الشخص، و whose تعود على الملكية. هنا ستقول يا أستاذ عندما شرحت في ذلك الفيديو relative pronouns، لأنه يوجد فيديو في قناتي حول relative pronouns، قلت لنا أنه إذا كانت لدينا هنا the girl مثلا ونعلم أنها شخص سنستعمل who، ولكن ماذا عن هذه الكلمة whose؟ يعني الاختيار يبقى بين who أو whose، ما هي الكلمة الصحيحة؟ يا أصدقائي الكلمة الصحيحة هي whose. لماذا؟ لأن who دائما يتبعها الفعل، ولكن whose يتبعها الاسم، وهنا father، كلمة father من طبيعة الحال فهي اسم لأنها تعني أب. كلمة father هي اسم لأنها تعني باللغة العربية أب. وهوز ماذا تعني هوز في هذه الحالة؟ هوز تعني يعني صاحبة أو التي أبوها، يعني صاحبة، يعني تعود على الملكية، يعني نقول the father of the girl، the father of the girl. إذن هنا فقط تذكروا إن كنتم لا يعني لي
يعني لا تفهمون ما معنى كلمة هوز، لأن صراحة في هناك اختلاف كبير بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية. هناك بعض الكلمات التي ليست هناك ترجمة حقيقية في اللغة العربية، لكي أشرح لك ذلك. لكن إن عدت إلى فيديو في قناتي حول Relative Pronouns فقد شرحت ذلك بصور وستفهم كثيرا. فقد تذكر أن هو يتبعها الفعل، تعود على الشخص ويتبعها الفعل، وهوز يتبعها اسم. الآن هنا المثال الرابع، الجملة الرابعة: All the candidates need to application before sitting for the interview. يعني جميع المترشحين يجب عليهم، وهنا شيئا ما، check in. هذه تسمى phrasal verbs أصدقائي، هي فعل زائد preposition، تسمى باللغة الإنجليزية phrasal verbs. وهناك أيضا فيديو في قناتي أشرح فيه جميع phrasal verbs في اللغة الإنجليزية لمستوى الثانية بكالوريا. هنا لدينا كلمة application. ما هي application؟ تعني الطلب. يعني all candidates need to، جميع المترشحين يجب عليهم، check in تعني أن تدخل إلى يعني hotel يعني فندق، و fill in تعني أن تملأ شيئا ما، ورقة مثلا، و take off تعني أقلع، يعني أقلعة الطائرة مثلا، نقول the plane take off وتعني أقلعة الطائرة. إذا هنا الفعل الصحيح هو fill in، يعني جميع، ماذا تعني الجملة؟ All the candidates need to fill in the application form before sitting for the interview. جميع المترشحين يجب عليهم أن يملأوا هذا الطلب قبل أن يذهبوا إلى المقابلة. ودائما ربما تقول لي: يا أستاذ لا أفهم fill in، كيف علي أن كيف يمكنني أن أفهم fill in؟ حتى وإن لم تكن تفهم fill in أو أي فعل من هذه الأفعال، يجب عليك أن تعرف أن application دائما تذهب مع fill in، وكذلك fill in دائما تذهب مع application. fill in and application كلمات دائما تذهب مع بعضها البعض. وإن عدت إلى فيديو phrasal verbs في قناتي سوف تكتشف أن هناك الكثير من الأفعال التي تذهب مع كلمات خاصة، وذلك سوف يساعدك على الإجابة على مثل هذه التمارين في الامتحانات الوطنية وكذلك امتحانات القسم. الآن سنمر إلى التمرين letter C. ماذا يقول هذا التمرين؟ Put the verbs in brackets in the correct form، يعني ضع الأفعال التي توجد بين قوسين في الصرف الصحيح. من طبيعة الحال هنا سوف نحتاج إلى الأزمنة في اللغة الإنجليزية، يعني هل سنستعمل ذلك الفعل في simple past أو simple present أو simple future أو future perfect إلى غير ذلك حسب السياق. وسوف أشرح لكم لماذا يعني قمت بوضع أي فعل في زمن محدد. سوف أبدأ الجملة أو الفقرة: جمال is preparing for the reading competition which in 3 months time. هنا لدينا هذه العبارة in 3 months time، يعني في ال3 شهور القادمة in 3 months time. يعني هذا الفعل take place في أي وقت أو في أي زمن سنضعه؟ سوف نضعه من طبيعة الحال في simple future، سوف نقول will take place. لماذا simple future؟ و simple future أصدقائي هو will زائد الفعل في infinitive، لأن take place فهو فعل يعني واحد ليس فعلين. إن لاحظت هنا take، وحتى وإن كان يتكون من كلمتين فهو فعل واحد ويعني سوف يحدث. و simple future أصدقائي قاعدتها هي will زائد الفعل will take place in 3 months time. ستقول لي: لماذا وضعنا هنا simple future وليس simple past مثلا؟ لأن لدينا in 3 months time، يعني في ال3 الشهور القادمة المقبلة، يعني simple future. هنا he reads a book every day، هنا يقرأ كتابا كل يوم. today هو يقرأ كتابا كل يوم، ولكن هنا today في هذا اليوم، اليوم today يعني اليوم he read. إن كنا نتحدث عن الأفعال التي تحدث الآن فمن طبيعة الحال فيجب علينا أن نستعمل present continuous. سنقول is reading. present continuous أصدقائي هو verb to be زائد الفعل زائد ing، وفي هذه الحالة verb to be هو is والفعل هو read وأضفنا ing. ولماذا استعملنا present continuous؟ لأننا نتحدث عن فعل يحدث الآن today. today تعني في هذا اليوم. لو كانت هنا مثلا they،
عوض هي سوف نقول they are reading، ولو كانت مثلا هنا I سنقول I am reading. إذن هنا لدينا هي، قلنا he is reading a new one. ثم هنا انتهت الجملة، يعني سوف نبدأ في جملة أخرى. هنا he start it last night. هنا لدينا last night، ماذا تعني last night؟ تعني الليلة الماضية. إذن هذا الفعل سوف نضعه في زمن simple past. start سوف نضعه في simple past، و simple past فعل start هو started، نضيف فقط ed لأن لأن الفعل ليس irregular verb، فهو فعل عادي، والأفعال العادية نضيف فقط ed في زمن simple past. هذه قاعدة عامة في اللغة الإنجليزية. إذن he started it last night. After he، بعد أن. وهنا نتحدث من طبيعة الحال عن فعلين وقع في الماضي. بعد أن أتمم he finished Voltaire's Candide، يعني عندما أنهى رواية كانديد لفولتير. هنا الفعل الذي يأتي بعد after نضعه في past perfect، و past perfect هي had زائد past participle، يعني had finished Voltaire's Candide. لماذا؟ لأن توجد لدينا هنا عبارة after. سوف أقوم ب يعني ب highlighting after، ولكن بلون مختلف لكي تكون الفكرة واضحة أكثر. After he had finished Voltaire's Candide. إذن هذا فيما يخص أزمنة اللغة الإنجليزية في الثانية بكالوريا. الآن سأمر إلى التمرين letter D، ويقول rewrite the sentences beginning with the words given، يعني اكتب هذه الجمل أو أعد كتابة هذه الجمل بداية بالكلمة التي يعني بدأنا بها. هنا المثال الأول يقول I couldn't respond to your email because I did not have access to the internet. ماذا تعني هذه الجملة؟ لم أكن قادرا على الإجابة على رسالتك لأنني لم أكن أتوفر على الإنترنت. والكلمة هنا في الماضي، أو الجملة هنا في الماضي، ولدينا هنا if، يعني سوف نستعمل هنا conditional type 3، وسنقول if تعني لو. سنقول لو كانت لدي الانترنت لأرسلت لك رسالة، لأن الجملة هنا تقول لم أكن أستطيع أن أجيب على رسالتك لأنني لم أتوفر على الانترنت. إذن سوف نقول لو كنت أتوفر على الانترنت لأجبت على رسالتك. القاعدة أصدقائي، قاعدة سوف أكتبها هنا وسأمسحها يعني بعد، قاعدة conditional type 3 هي if plus subject plus if plus subject plus past perfect، يعني if زائد subject زائد past perfect. ونضع هنا كما، ثم في الجزء الثاني يكون لدينا subject زائد would have، وهذه العبارة would have لا تتغير نهائيا. ماذا يتبع هذه الجملة would have؟ يتبعها past participle الفعل. إذن هذه هي القاعدة التي سأقوم بتطبيقها هنا، وسوف تلاحظ أنني احترمت جميع معايير هذه القاعدة. إذن if لدينا if، سوف أضع subject. ما هو subject في هذه الحالة؟ هو I، يعني سوف أضع فقط I. if I، وما هو past perfect الفعل؟ هنا يقول I don't have access to the internet. يعني سوف أقول لو كان لدي الولوج، لو كنت أستطيع الولوج إلى الإنترنت، أو لو كان لدي الإنترنت. هنا I did not have access to the internet. ما هو الفعل هنا؟ هو have، لأن did فقط تسمى helping verb، يعني فقط استعملنا did لأننا نتحدث عن simple past. يعني سوف نقول if I، وسنستعمل have هنا في past perfect، وسبق لي وقلت أن past perfect مثلا في هذا المثال تتكون من had زائد past participle. يعني سوف أقول if I had access to the internet،
وأضعه كما فعلت هنا. ستقول يا أستاذ لماذا هاد؟ ربما لأنها تبدو صراحة غريبة لبعض التلاميذ الذين لا يفهمون القاعدة، لأن past perfect يا صديقي تتكون من هاد زائد past participle الفعل. مثلا هنا الفعل هو finish، قلنا had finished. لو كان الفعل هنا هو play سنقول had played، ولو كان الفعل هنا هو have سنقول had had. لذلك هنا قلت had had لأن الفعل هنا had. كما قلت وضعت نقطة فاصلة نادرة فاصلة. الآن سأنتقل إلى subject. ما هو subject الذي نتحدث عنه؟ هو I، نقول I، و would have كما قلت لا تتغير، يعني سوف أضع would have. I would have. وهنا الفعل في past participle. ما هو الفعل في هذه الحالة؟ الفعل هو في هذه الحالة هو respond، يعني سوف نقول I would have نادرة، سنقول I would have. respond أصدقائي هو فعل يعني عادي جدا، سنقول responded. I would have responded to your email. وأتمم الجملة كما هي to your email. إذا هذا هو الجواب الصحيح في conditional، وهذه الجملة حول conditional type 3. المثال الثاني football، سوف أمسح هذه القاعدة كما قلت. football referees will use video technology in the next World Cup، يعني الحكام في كرة القدم سوف يستعملون تقنية الفار video technology in the World Cup في كأس العالم. هنا لدينا من طبيعة الحال passive voice لأن football referees هنا هي الـ يعني الفاعل، و will use الفعل، والمفعول به هو video technology. لذلك بدأوا بالمفعول به، والفعل هنا هو will use. بالنسبة لهذه المعلومات الأخرى فقد تبقى معلومات إضافية، لأن في passive voice نحتاج فقط إلى subject و verb و object. هذه هي المعلومات المهمة في passive voice، يعني نحتاج فقط إلى الفاعل والفعل والمفعول به. إذن الفاعل هو football referees، حكام كرة القدم. will use تعني سوف يستعملون، وvideo video technology تعني تقنية الفار، يعني سنقول video technology. هنا الفعل تم تصريفه هنا في simple future، لذلك قالوا will use، يعني سوف نضع verb to be في simple future وهو will be، زائد هذا الفعل use في past participle، يعني سوف نقول will be used. ثم يمكننا أن نضع فقط نقطة هنا والجملة ستبقى صحيحة 100%، لكن إن أردنا أن نتمم الجملة فيمكننا أن نقول sorry will be used، ونقول مثلا by football sorry football referees in the next World Cup. معذرة. World Cup. لماذا كتبنا World Cup هنا بكابيتال ليترز؟ هذه فقط كفكرة، لأن الأحداث العالمية دائما نكتبها بحروف كبيرة، مثلا الحرب العالمية أو كأس العالم أو مؤتمر، بعض المؤتمرات نكتبها بحروف كبيرة. ثم هنا I left my umbrella in the school library، said أمل، يعني تركت مظلتي في خزانة المدرسة، قالت أمل. إذا هنا نحتاج إلى قواعد reported speech، وهناك أيضا فيديو في هذه القناة تشرح فيه reported speech بطريقة مبسطة جدا. يعني أمل told me that، أمل قالت لي أنها that she، وهنا I left، الفعل هنا هو left، و هو مصرف في زمن simple past. إذا simple past في reported speech يا أصدقائي يتحول إلى past perfect، يعني سنقول had left. هنا قالت my umbrella، يعني ماذا قلنا هنا؟ أمل قالت لي أنها تركت my umbrella، يعني مظلتها، سنقول her umbrella umbrella. ونتمم الجملة، معذرة هذه الكلمة umbrella، ونتمم الجملة in the school library.
إذن هذا فيما يخص هذا التمرين، تمرين يتحدث عن conditional type 3 و passive voice و reported speech. كل هذه الدروس توجد في قناتي أصدقائي بطريقة مبسطة، يعني يمكنكم دائما العودة إليها في حالة لديكم صعوبات في فهم هذه الدروس. سنمر إلى التمرين الآخر وهو functions, language functions، ويقول تمرين match each expression with its appropriate function، يعني قم بالربط بين هذه الجمل ووظيفتها في اللغة. functions أصدقائي تعني وظائف اللغة، functions تعني وظائف اللغة، سأقوم بشرحها أولا، و expressions تعني العبارات، يعني تعني الجمل أو العبارات. Asking for clarification تعني السؤال حول التوضيح، و making a complaint تعني تقديم شكوى. Expressing disagreement تعني عدم الاتفاق مع الرأي، و expressing good news يعني التعبير عن الأخبار السعيدة، و apologizing تعني الاعتذار. سنبدأ بالجملة الأولى، تقول I am sorry to say this but the music is so loud، يعني أنا آسف لقول هذا، لكن هذه الموسيقى يعني مزعجة جدا. إذن هذا من طبيعة الحال making a complaint، لأنه قدم هذا الشخص شكوى. إذن سنذهب إلى A هنا ونضع letter B، أو نكتب making a complaint، لا مشكل في ذلك، making a complaint، إلا أنه صراحة لا توفر على الإسباس، يعني على الفراغ الكامل هنا، سوف أضع فقط B. وأنت ستعلم أن واحد يعني هي making a complaint، وسوف أقوم ب يعني هذه هي العبارة التي يعني التي ساعدتني على تحديد يعني وظيفة هذا هذه العبارة. I'm sorry to say this but يعني أنا آسف لقول هذا لكن، ومن طبيعة الحال هذه تعبر عن يعني الشكوى. هنا I don't understand this word. Could you explain it please? أنا لا أفهم هذه الكلمة. I don't understand this word. وهنا لدينا Could you explain it please? هل يمكنك أن توضح لي هذا أكثر؟ يعني العبارة التي ساعدتني هنا هي Could you explain it please? يعني هل يمكنك أن توضح لي الفكرة أكثر؟ وهذا من طبيعة الحال asking for clarification، يعني السؤال حول التوضيح. إذن سأذهب إلى رقم 2 هنا وأكتب A. ثم ثالثا I'm glad I passed the exam، يعني أنا سعيد جدا. لدينا هنا I'm glad تعني أنا سعيد جدا. إذن من طبيعة الحال هذه تعني expressing good news، يعني التعبير عن الأخبار السعيدة، لأن لدينا I'm glad، و I'm glad تعني أنا سعيد جدا. ثم رابعا I don't share the same opinion، لدينا هنا هذه العبارة I don't share the same opinion about the causes of global warming، يعني لا أشاركك نفس الرأي حول أسباب الاحتباس الحراري. ومن طبيعة الحال هذه تسمى expressing disagreement، يعني التعبير عن عدم الاتفاق مع الرأي. إذن رابعا سوف أضع هنا C. إذن هذا فيما يخص هذا الجدول الذي يتعلق بالربط بين الجمل ووظيفتها في اللغة. التمرين الثاني هو write an appropriate response to each situation، يعني اكتب جوابا يعني مناسبا لهذه العبارات او لهذه في هذه الحالة. Your friend صديقك قال I'm really addicted to Facebook I can't stop it، يعني انا مدمن على الفيسبوك لا يمكنني التوقف على ذلك. أنت فقط يجب عليك أن تعطيه يعني أن ترد على ما قال، يعني في صراحة هذا التمرين نقطتان مجانا، يعني إن كنت لم تحصل على نقطتان في هذا التمرين فالمشكل ليس في الامتحان أو صعوبة الامتحان أو في أي شيء، لكن المشكل فيك يا أخي أو يا أختي، المشكل في التلميذ من طبيعة الحال. إذن I'm really addicted to Facebook I can't stop using it، يمكن لك أن تقول مثلا that's your problem، يعني هذا مشكلك، that's your problem. يمكن لك مثلا أن تقول I don't care، لا أهتم بذلك. يمكن لك أن تقول alright فقط أو فقط okay، يعني أي شيء تقوله هنا فجوابك منطقيا سيكون صحيحا، لكن أنا لن أقول ذلك، يعني سوف أعطيه بعض النصائح. سوف أقول مثلا you should، سوف أقول that's bad،
هذا سيء مثلا، وأكتب له نصيحة، يعني لأنه قال أنه مدمن على فيسبوك، سأقول you should، التي تعني ينبغي عليك disactivate your Facebook، يعني يجب عليك أن تقوم ب يعني disactivate your Facebook، يعني مسح حسابك في الفيسبوك. إذا هذا فقط، يعني يمكنك أن تقول كما سبق وقلت، يمكن لك أن تكتب هنا أي شيء وجوابك سيكون صحيحا. ثم هنا your friend I got excellent marks in the national exam in the national baccalaureate exam، يعني صديقك قال أنه حصل على نقط جيدة في الامتحان الوطني. إذا كيف ستجيب على يعني هذه العبارة؟ مرة أخرى يمكن فقط أن تقول okay، أو تقول good، أو تقول مثلا awesome، رائع، أو تقول superb، يعني رائع جدا، أو تقول amazing أو fabulous. يعني يمكن لك أن تقول أي adjective هنا وتضع مثلا علامة التعجب، يعني لأنك فرح جدا إن قلت مثلا رائع ووضعت علامة التعجب، يعني أنت أجبت على الأخبار التي قالها صديقك، وهي I got excellent marks in the baccalaureate exam، يعني حصلت على نقط جيدة جدا في امتحان البكالوريا. أنا سوف أجيب على هذه الجملة بطريقة مختلفة، سأقول واو، وسأقول I am really happy to hear that. I'm really أنا سعيد جدا لسماع ذلك. I'm really happy to hear that. وكما قلت، حسب مستواك في اللغة الإنجليزية، إذا أطلب منك فقط أن تجيب على مثل هذه الجمل، يعني يمكنك أن تكتب أي شيء، ولكن من طبيعة الحال لا تكتب أي شيء أي شيء، يعني يجب عليك أن يعني ما كتبته يجب أن تكون له علاقة بالسياق. إذا أصدقائي، إلى هنا أأتي إلى نهاية تصحيح مكون اللغة في هذا الامتحان الوطني لمسلك الآداب الدورة الاستدراكية سنة 2018. الآن سأمر إلى writing، يعني الإنشاء باللغة الإنجليزية. إذن الآن سأمر إلى مكون الإنشاء، يعني هناك دائما نموذجين من الإنشاء، النموذج الأول حول 6 نقاط، والنموذج الثاني كما تشاهد هنا 4 نقاط، يعني الرايتين عامة 10 نقاط. النموذج الأول هو عبارة عن فقرة كما تلاحظ هنا، وموضوع الفقرة يقول In some societies the number of crime committed by teenagers is growing، يعني في بعض المجتمعات يعني نسبة الجريمة التي يقوم بها المراهقون في ازدياد، يعني المراهقون يقومون بجرائم كثيرة في بعض المجتمعات، ونسبة تلك الجرائم في ازدياد دائم. Write an article، اكتب مقالة for your school magazine، من أجل مجلة مدرستك. Explaining the causes of this problem، يعني توضح فيها أسباب هذا المشكل. ما هو المشكل يا أصدقائي؟ المشكل من طبيعة الحال هو crimes committed by teenagers. سوف نضع هنا crime، معذرة، crimes، يعني أقوم ب highlight crimes committed by teenagers، هذا هو الموضوع. إذا نقوم بنسطر على الموضوع الرئيسي، وما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا هو causes of this problem، يعني أسباب هذا المشكل، وهو الجرائم التي يقوم بها أو يرتكبها المراهقون. إذا عندما تقوم بفهم الموضوع من طبيعة الحال، يعني سوف تفكر في أسباب هذه الجرائم التي يرتكبها المراهقون. سوف تذهب إلى ورقة الوسخ يا صديقي كما تلاحظ هنا، وستكتب بعض أسباب الجرائم التي يرتكبها المراهقون. أنا مثلا عندما دائما يا صديقي استعمل ورقة الوسخ، لأنه عندما تخطط لما ستكتبه تكون أفكارك واضحة. ليس ف... إن مثلا ليس ك إذا ذهبت فقط إلى هذه الورقة وبدأت الكتابة تكتب أي شيء يخطر على بالك، فمن طبيعة الحال سوف لن تكون فقرتك يعني مرتبة، وسوف لن تكون أفكارك
يعني أفكار واضحة، وبذلك لن تحصل على نقطة جيدة في هذا الرايتين. إذا أولا تذهب نادرة، أولا تذهب إلى ورقة الوسخ كما تلاحظ هنا، سوف أسميها درافت. درافت باللغة الإنجليزية تعني ورقة الوسخ، وفي هذه الورقة سأقوم بالتخطيط لما سأكتبه. إذا ما هو المطلوب مني؟ المطلوب مني كما قلت هنا هو أسباب الجرائم التي يرتكبها المراهقون. إذا سأحدد بعض الأسباب. في نظرك ما هي الأسباب التي تدفع المراهقون لارتكاب بعض الجرائم؟ مثلا سأقوم بالتحدث عن 3 أسباب. سأقول هنا poverty يعني الفقر، ثم هنا سأقول مثلا، دعني أقول مثلا using أو مثلا drugs يعني المخدرات، ثم هنا سوف أقول parents divorce مثلا يعني طلاق الأبوين، ثم هنا سوف أقول مثلا ignorance يعني الجهل. ignorance الجهل. إذن هذه هي المشاكل التي في نظري يعني يمكن أن تكون أفكارك من طبيعة الحال مختلفة، ولكن أنا في نظري هنا يعني هذه هي ال parents divorce، هذه هي الأسباب التي تؤدي بالمراهقين لارتكاب جرائم في الشوارع. الآن عندما حددت هذه المشاكل وهي الفقر، المخدرات، طلاق الأبوين، وهنا الجهل، إذن هنا سوف أعطي يعني بعض الأمثلة حول ما تحدثت عنه، يعني ما سوف أفسر. إذن أنا قلت الفقر، ما كيف س يعني سأوضح فكرتي، لأنني لن أقول فقط الفقر وسأقوم بوضع نقطة، لأن في الرايتين المطلوب مني هو أن أوضح بعض الأفكار. يعني سوف أقول مثلا دعني أغير هذا اللون، سوف أقول مثلا some teenagers، بعض المراهقين، some teenagers need money، يحتاجون إلى المال، to buy، لشراء، to buy what they need، لشراء ما يحتاجونه، لشراء ما يحتاجونه، يعني بعض المراهقون يحتاجون إلى المال لشراء ما يحتاجونه. However، ولكن their parents are poor، ولكن however تعني هنا ولكن، وسأقول their parents are poor يعني أبواهم يعانون من الفقر. However, their parents are poor. Thus, أو مثلا سأقول as a result، كنتيجة لذلك، some of them، البعض منهم، لأنهم من طبيعة الحال ليس كل المراهقون، some of them يعني commit crimes، يرتكبون جرائم. commit crimes تعني يرتكبون جرائم. in the streets، في الشوارع. in the streets، في الشوارع، in the streets، to get، للحصول على المال، to get money، للحصول على المال. إذا هنا فقط وضعت فكرة، يعني هنا as a result، as a result، وضعت يعني قمت بتوضيح فكرة أن الفقر أحد الأسباب التي تؤدي بالمراهقين إلى ارتكاب الجرائم في الشوارع. ماذا قلت هنا؟ some teenagers need money to buy what they need، يعني بعض المراهقون يحتاجون إلى المال لشراء ما يحتاجونه. however تعني لكن، their parents are poor، أبواهم يعانون الفقر أو فقراء. as a result، كنتيجة لذلك، some of them commit crimes in the streets to get money، يعني بعض البعض منهم أو كنتيجة لذلك البعض منهم يرتكبون جرائم في الشوارع للحصول على المال. الآن سأمر إلى drugs يعني استعمال المخدرات. سوف أكون أكثر يعني، أنت كتلميذ لست مطالبا بالكتابة يعني بالكتابة بالطريقة التي أكتب بها أنا، ولكن هذه المعلومات وهذه الطريقة سوف تفيدك من طبيعة الحال وستستفيد منها كثيرا. ولكن بالنسبة لك يعني بالنسبة للتلميذ فقط جمل مفيدة جدا يعني بسيطة جدا، وسوف تحصل على نقطة يعني. فقط وضح أفكارك واكتب جمل مفيدة. هنا سوف أعطيك هذه الفكرة. مثلا سأقول some teenagers are، يعني بعض المراهقين، are influenced يعني يتأثرون by modern rap music، يعني some teenagers are influenced. are influenced هنا تعني يتأثرون ب modern rap music، واضحة جدا يعني أغاني الراب العصرية. and lifestyle،
ونمط الحياة lifestyle. يعني بعض المراهقون يتأثرون ب يعني موسيقى الراب العصرية وكذلك نمط الحياة، يعني نمط حياة مغني الراب العصري. سوف أقول مرة أخرى سو وتعني كنتيجة لذلك، ثم أتمم they start، يعني يبدأون they start using drugs، يعني يبدأون أو يشرعون في استعمال المخدرات. And start using drugs مثلا، سوف أقول مثلا to prove themselves، يعني لكي يثبتوا أنفسهم، أو لكي يعني لكي يبدو أنهم أبطال. So they start using drugs to prove themselves and commit crimes in the street، ويرتكبون جرائم في الشوارع. ثم سأقول مثلا البعض منهم some of them البعض منهم، them هنا تعود على المراهقين teenagers، البعض منهم some of them، سأقول have family problems and use drugs، البعض منهم فقط له مشاكل عائلية ويستعمل المخدرات. نادرة. الآن سأمر إلى الفكرة الأخرى وهي parents divorce. من طبيعة الحال أنت كتلميذ يمكن لك فقط أن تتحدث على سببين، مثلا poverty drugs يعني الفقر والمخدرات فقط، لكن أنا أريد أن أعطي الكثير من الأمثلة لكي تتضح الفكرة أكثر من ناحية، ومن ناحية أخرى لكي تستفيد أنت من بعض الأفكار وكذلك طريقة الكتابة، لأن هذه صراحة مقالة، وإن كنت يعني تريد أن تدرس اللغة الإنجليزية في المستقبل فسيكون المطلوب منك أن تكتب مقالات طويلة نسبيا، ليست طويلة طويلة لكن طويلة نسبيا. الآن parents divorce، سأقول some parents يعني بعض الأبوين divorce يعني ينهون علاقتهم يعني يطلقون، and their children وأبناؤهم. Oh my god. يعني some parents divorce، بعض الأبوين يطلقون، and their children، أو مثلا and leave يتركون their children ويتركون أبناءهم in the streets في الشوارع. The kids الأطفال، يمكننا أن نقول the children أو the kids، نفس الكلمة فقط مرادف. The kids grow to be، سوف أكون أكثر يعني بساطة، the kids grow in the street، حتى وإن يعني أعدت كتابة the streets كثير من المرات ولكن ذلك لا يهم بالنسبة لهذا المستوى، مستوى البكالوريا. And the kids grow in the street يعني الأطفال يكبرون في الشارع، and become ويصبحون street children، ويصبحون أطفال الشوارع. ثم سأقول مثلا they commit crimes يعني يرتكبون جرائم to get to earn a living، يعني to earn a living يعني للحصول على يعني قوتهم اليومي، يعني يرتكبون جرائم to earn their living أو to get money to earn a living to buy، يمكن لي أن نقول to get money يعني الحصول على المال، وأقول to buy food يعني لشراء الغداء يعني الأكل. ثم ignorance هنا، ignorance تعني أصدقائي تعني الجهل، سوف أقول هنا سوف أكون أكثر عمقا نسبيا، in some countries سوف أقول in some countries like Morocco، في بعض الدول مثل المغرب وسأضع فاصلة، سأقول education التربية والتعليم is not very good يعني التربية والتعليم ليس في أفضل الحال. ثم سأكتب هنا besides وتعني بالإضافة إلى ذلك، يعني قلت في بعض الدول مثل المغرب التعليم ليس في أفضل الحالات، ثم هنا besides بالإضافة إلى ذلك، وسأكتب the rate of نسبة، the rate of تعني نسبة، و illiteracy
تعني الأمية، يعني the rate of illiteracy is very high، very high تعني مرتفعة جدا. يعني besides the rate of illiteracy is very high and growing مثلا، وتعني في ازدياد. يعني besides the rate of illiteracy is very high and growing، يعني بالإضافة إلى ذلك نسبة الأمية مرتفعة وفي ازدياد دائم. ثم أضع نقطة أقول ignorance يعني الجهل is prevalent too، يعني الجهل يعني يوجد بكثرة كذلك. prevalent يعني يوجد بكثرة، يعني متفشي في المجتمع، يعني الجهل متفشي في المجتمع. ثم هنا سأكتب therefore تعني كنتيجة لذلك. يمكن لي كما كتبت هنا أن أكتب as a result، لكن لا أريد أن أعيد كتابة نفس أداة الربط عدة مرات. يعني هناك الكثير من أدوات ربط، من طبيعة الحال سوف يعني أستعمل أدوات ربط مختلفة لكي تكون المقالة يعني جميلة لغويا. إذا therefore يعني كنتيجة لذلك all، يعني سأقول therefore a generation، سوف أقول therefore a generation، معذرة a generation، يعني a generation تعني جيل. a generation of what، سوف أقول جيل من يعني من social misfits، يعني هو الإنسان الذي لا يليق بالمجتمع، يعني يرتكب الجرائم ويقوم بالتخريب مثلا الأملاك العامة، وهو جاهل وأمي، يعني إنسان غير لائق في المجتمع بهذا يعني بهذه اللغة. سوف أقول هنا ماذا قلت من أول يعني الفكرة. In some countries like Morocco, education is not very good. يعني في بعض الدول مثل المغرب التربية والتعليم ليسوا في أفضل الحالات. Besides بالإضافة إلى ذلك the rate of illiteracy is very high and growing. يعني نسبة الأمية illiteracy تعني الأمية is very high مرتفعة جدا وفي ارتفاع أو في ازدياد دائم. Ignorance is prevalent too. الجهل يعني متفشي أيضا. ثم therefore تعني كنتيجة لذلك a generation of social misfits. هذا يعني كلمة يعني تقنية technical term social misfits، يمكنك تعلمها انطلاقا من هذا الفيديو. يعني هو الإنسان الذي لا يليق بالمجتمع، يعني يرتكب جرائم ويخرب البلد العام إلى غير ذلك. social misfits appears يعني يظهر appears in our society، يعني يظهر في مجتمعنا. يعني a generation يعني جيل كامل من الإنسان الذي لا يليق اجتماعيا ولا يحترم مثلا الملك العام ولا يعني لا يدرس، يعني إنسان لا ليس يعني ليس إنسان مبدع ومنتج ولا يساهم بأي شيء في تطور المجتمع. And crime rate يعني appears in our society، and يعني يظهر في مجتمعنا. And crime rate ونسب الجرائم أو نسبة الجرائم is very high. Become سوف أقول become crime rate becomes تعني تصبح becomes very high، يعني تصبح مرتفعة جدا. إذا هذه هي الفكرة، سوف أعيد مرة أخرى وبالترجمة العربية. بطبيعة الحال في بعض الدول مثل المغرب التعليم ليس في أفضل الحالات، بالإضافة إلى ذلك نسبة الأمية is very high، هي مرتفعة and growing وفي ازدياد. الجهل متفشٍ أيضا. كنتيجة لذلك جيل من الإنسان الغير لائق اجتماعيا يظهر في المجتمع، ونسبة الجرائم تصبح مرتفعة جدا. إذا هذه هي كل الأفكار. من طبيعة الحال أنت كتلميذ في سنة الثانية بكالوريا يمكن فقط أن تتحدث عن مثلا الفقر والجهل، أو يمكن لك مثلا أن تتحدث عن الأمية إلى غير ذلك. كل الأسباب، لأنه المطلوب منا هو الأسباب التي تؤدي إلى
أو تدفع المراهقين لارتكاب الجرائم في الشوارع. الآن أتوفر على جميع الأفكار في ورقة الوسخ، ما أحتاجه فقط هو أن أبدأ المقالة وأقوم بترتيب هذه الأفكار في مقالتي، وسوف أكون قد أنهيت هذه المقالة. إذن كيف نبدأ المقالة؟ سوف أقوم بتصغير الخط نسبيا لكي يكفيني هذا الفراغ الذي وضعه هنا. يمكن لي أن أكتب أبدأ كما كتبوه هنا، يعني سأقول فقط in some societies، يعني sorry، يعني في بعض المجتمعات the number of crimes committed by teenagers is growing. يعني بدأت كما بدأوهم هذه ال يعني هذه الفكرة هنا، يعني قلت أن في بعض المجتمعات نسبة الجريمة التي يرتكبها المراهقون مرتفعة جدا. وهنا سأكتب there are many، سوف أكتب بهذه الطريقة there are many reasons، يعني هناك الكثير من الأسباب that lead أو that make أو مثلا that push التي تدفع، push يعني يدفع، that push teenagers to commit crimes. يعني ماذا قلت هنا؟ There are many reasons that push teenagers to commit crimes. يعني هناك الكثير من الأسباب التي تدفع المراهقين يعني لارتكاب الجرائم. إذا هنا سأقسم أفكاري، سأقول أولا الفقر، ثانيا المخدرات، ثالثا طلاق الأبوين، ورابعا الجهل. وسأقوم من طبيعة الحال يعني توضيح الأفكار باستعمال هذه يعني الأمثلة التي أعطيتها في هذا الجدول. إذا سأقول كما قلت هنا، سأبدأ أولا، سأقول first يعني أولا first، وسأكتب المثال الأول وهو poverty first، وسأكتب يعني أغير هذا اللون first poverty، وسأضع نقطتان لأنني سوف أوضح الفكرة، وسأقوم فقط بنقل كل هذه الأفكار، يعني سأقوم فقط بنقلها في هذه الفقرة first poverty. وسأكتب some teenagers need money to buy what they need، يعني بعض المراهقين يحتاجون إلى المال لشراء حاجياتهم، يعني بكل سهولة سأقول some teenagers need money to buy what they need. وسأضع نقطة وسأكتب however their parents are poor، however their parents are poor، يعني أبواهم فقراء. ثم سأكتب as a result some of them commit crimes in the streets to get money. As a result some of them commit crimes in the streets. Sorry. To get money. يعني البعض منهم يرتكبون الجرائم في الشوارع للحصول على المال. وسأقوم بكتابة هذه الأدوات، أدوات الربط بألوان مختلفة. As a result هنا تعني كنتيجة لذلك، و however تعني لكن. إذن الفكرة أولا، الفكرة ماذا كتبت هنا؟ الفكرة أولا الفقر، بعض المراهقون يحتاجون إلى المال لشراء حاجياتهم، لكن أبواهم فقراء، ولذلك أو كنتيجة لذلك البعض منهم يعني يرتكب الجرائم في الشارع للحصول على المال. هنا كتبت أولا، أولا تعني first يعني أولا، معذرة، هنا سأكتب ثانيا لأنني انتهيت من هذه الفكرة، فكرة poverty. الآن سأمر إلى drugs يعني المخدرات، سأكتب هنا second، second ثانيا، وأضع فاصلة وسأكتب drugs، وسأضع نقطتان يعني المخدرات. ثم سأكتب هذه الأفكار، يعني سأقول some teenagers are influenced، سوف أقوم فقط بنقل هذه الجملة هنا
سأكتب some teenagers are influenced by rap music and modern lifestyle. يعني بعض المراهقين يتأثرون بموسيقى الراب العصرية وكذلك نمط الحياة مغني الراب العصري. ثم سأكتب so they start using drugs to prove themselves and commit crimes in the street. أنا سأضع نقطة وسأكتب so. So تعني كنتيجة لذلك. So فاصلة. So تعني نفس الفكرة مثل as a result. So they تعني so they start using drugs to prove themselves and commit crimes in the streets. So they start using drugs to prove themselves and commit crimes in the streets. يعني يستعملون المخدرات لكي يثبتوا أنفسهم أو لكي يبدو كأبطال لكي يظهروا كأبطال ويرتكبون الجرائم في الشوارع. Some of them have family problems. يمكن لي أن أكتب هذه الفكرة أو الاستغناء عنها لأنه ليس لدي الكثير من الفراغ هنا. الآن سأمر إلى ثالثا، يعني قمت بكتابة first أولا ثم second ثانيا، الآن سأمر إلى ثالثا وثالثا تاني third وأضع فاصلة. ثم سأكتب هنا parents divorce يعني طلاق الأبوين. parents divorce. ثم سأضع مرة أخرى نقطتان وسأوضح فكرتي. سأقول some parents divorce and leave their children in the streets. يعني بعض الأبوين يعني يطلقون ويتركون أبنائهم في الشوارع وهذه هي الفكرة. ثم سأتمم. إذن الفكرة الثانية هي the kids grow in the streets and become street children. يعني the kids grow يعني الأطفال يكبرون في الشارع ويصبحون أطفال الشوارع. The kids grow in the streets and become street children. يعني يصبحون أطفال الشوارع. become street نادرة children. ثم أضع نقطة. الآن الفكرة الموالية هي they commit crimes to get money to buy food. يعني يرتكبون جرائم للحصول على المال لشراء يعني الغذاء. يمكن لي هنا أن أكتب مثلا كلمة يعني أحد أدوات الربط لكي أعبر عن النتيجة. سأقول مثلا therefore. و therefore هنا تعني كنتيجة لذلك. يعني أشرح الفكرة مرة أخرى. قلت the kids grow in the streets and become street children. يعني الأطفال يكبرون في الشوارع ويصبحون أطفال الشوارع. لذلك therefore they commit crimes to get money to buy food. يعني لذلك يرتكبون جرائم للحصول على المال لشراء الأكل أو الغداء. الآن سأمر إلى الفكرة الثالثة وهي in some countries like Morocco education is not very good. يعني يمكن لي أن أكتب هنا هنا كتبت first أولا الفقر، second ثانيا drugs المخدرات، هنا كتبت third ثالثا parents divorce. الآن سأكتب رابعا أو مثلا سأكتب finally وأخيرا. finally يعني أخيرا. ثم سأكتب هذه الفكرة وهي ignorance يعني الجهل وسأوضح الفكرة مرة أخرى ignorance وسأضع نقطتان وسأكتب يعني كل هذه الأفكار. يعني سأقوم فقط بنقلها ولصقها هنا وسوف أشرح لك ماذا تعني باللغة العربية. سبق لي وشرحتها من طبيعة الحال ولكن ليس هناك أي مشكل في إعادة يعني إعادة شرح هذه الأفكار. دعني أضع هنا واحد بيكسل أو اثنان فقط لكي يعني معذرة فقط لكي تظهر هذه لكي
تكون هذه الكتابة واضحة بالنسبة للقارئ. سوف أعود هنا إلى السطر وكذلك هنا. إذن finally ignorance يعني وأخيرا الجهل. In some countries like Morocco في بعض الدول مثل المغرب education is not very good يعني التربية والتعليم ليس في أفضل الحالات. Besides يعني بالإضافة إلى ذلك the rate of illiteracy is very high يعني نسبة الأمية يعني very high مرتفعة جدا and growing وفي ازدياد. Ignorance is prevalent too يعني الجهل متفشٍ أيضاً. Therefore تعني لذلك أو كنتيجة لذلك. سبق لي وكتبت therefore هنا. هنا سوف أكتب consequently. وconsequently لها نفس المعنى مثل therefore يعني تعني كنتيجة لذلك. A generation of social misfits appears يعني جيل من الإنسان الغير لائق اجتماعياً يظهر. appears تعني يظهر social misfits تعني إنسان غير لائق اجتماعيا in our society في مجتمعنا and crimes become very high والجرائم يعني في يعني تصبح مرتفعة أو نسبة الجرائم the rate تعني نسبة نسبة الجرائم يعني في ارتفاع أو ترتفع. إذن هذا كل شيء فيما يخص هذه المقالة. كما تلاحظ تتضمن أسباب التي تجعل المراهقين يعني يقومون بالجرائم في الشوارع. يعني إذن هذه هي طريقة كتابة فقرة. أتمنى أنك استفدت من بعض الأفكار انطلاقا من هذه الفقرة وكذلك طريقة الكتابة لأن هذه الطريقة صحيحة لكتابة المقالة باللغة الإنجليزية. وأتمنى أنك كذلك استفدت من بعض الأفكار المتعلقة يعني التي تتعلق بالأسباب التي تدفع المراهقين لارتكاب الجرائم في الشوارع. إذن هذا كل شيء فيما يخص الفقرة الأولى أو الرايتين رقم واحد. الآن سأمر إلى الرايتين رقم اثنان النموذج الثاني وهو سهل جدا صراحة سهل جدا. أربع نقاط مجانية في هذا الرايتين. لماذا؟ لأنه المطلوب منك هو respond to your friend's question. إذن مثل الإجابة على رسالة في واتساب يعني صديقك أرسل لك رسالة في واتساب سألك سؤالا. ما هو هذا السؤال؟ هو what are your plans for the future ما هي مخططاتك في للمستقبل. What are you going to do after you get your back ماذا ستفعله عندما تحصل على البكالوريا. من طبيعة الحال يعني يمكن لك أن تكتب أي شيء هنا يعني ما هي مخططاتك في نظرك يعني هناك الكثير والكثير من المخططات يعني يمكن لك أن تكتب حتى أربعة أوراق حول يعني حول مخططاتك في المستقبل لأن يمكن أن تتضمن أي شيء حتى وإن قلت لي سوف أستيقظ باكرا غدا بعد أن أحصل على البكالوريا فهذا مخطط. حتى وإن قلت سوف أسافر مع أصدقائي سوف أذهب إلى السينما سوف أفعل هذا وذاك كلها ستبقى أفكار صحيحة. يعني المطلوب منك يا صديقي هو فقط أن تتعلم كيف تكتب جمل مفيدة باللغة الإنجليزية وهذا ما أعيد قوله دائما من في فيديوهاتي. ليس المطلوب لك إن كنت تلميذا في البكالوريا أن تقوم بالتحضير لبعض المواضيع وتقول لأنه هذا الموضوع هو الذي يمكن أن يأتي في الامتحان الوطني ذلك كله هراء. يعني المطلوب منك دائما هو أن تعرف كيف تكتب جمل مفيدة. إذن سوف أذهب مرة أخرى إلى ورقة الوسخ هنا وسأكتب بعض المخططات التي يعني مخططات فقط للمستقبل. سأكتب هنا my future plans يعني مخططاتي في المستقبل وسأكتب البعض منها. من طبيعة الحال يمكن لي أن أكتب الكثير من my future plans my future plans يمكن لي أن أكتب الكثير من future plans ولكن سوف أكتفي ب يعني 3 أمثلة أو 4 أمثلة ذلك كاف جدا. إذن يعني بعد أن أحصل على البكالوريا سوف أقول I will enjoy my summer holiday يعني سوف أستمتع بعطلتي الصيفية أولا يعني I will enjoy my summer holiday ثم سأكتب I will go to university يعني سوف أذهب إلى الجامعة I will go to university I will go to university
I'll go to university. ثم مثلا I will work hard. يعني سوف أعمل. Oh my god. لماذا هذا اللون لا يتغير؟ I will go. يعني I will work hard. يعني سوف أعمل بجد. And get my degree. وأحصل على الشهادة. مثلا with a good mark. بنقطة جيدة. أو with the best mark. بالنقطة الأفضل. ثم هنا I will apply for سأكتب I will apply for يعني سوف أقدم طلب I will apply for my dream job يعني العمل الذي أحلم به to be معذرة dream job to be a doctor لكي أكون دكتورا مثلا ثم I will مثلا سوف لماذا أولا سوف تقول لماذا يا أستاذ استعملت هنا I will يعني لماذا I will بالضبط I will قمت بكتابتها كثير من المرات I will I will I will لماذا I will بالضبط لأننا هنا نتحدث عن future plans what are your future plans يعني نتحدث عن المستقبل و will نستعملها للتحدث عن المستقبل وتعني باللغة العربية سوف وللتعبير عن simple future أو المستقبل باللغة العربية نستعمل will زائد الفعل في infinitive يعني لا يتغير فيه أي شيء إذن هذه حتى وهذه الفكرة يجب عليك أن تعرفها لأنه عندما ستكتب عن مخططاتك المستقبلية فأنت مطالب بأن تستعمل زمن المستقبل العادي في اللغة الإنجليزية simple future وقاعدته هي will كما تلاحظ هنا زائد الفعل إذن I will مثلا work سوف أشتغل in the hospital في ال hospital في المستشفى مثلا of my town يعني في مستشفى القرية التي أقطن بها because مثلا town town تعني القرية my town because لأنه because they need لأنه يحتاجون doctors يحتاجون إلى أطباء يعني ثم سأكتب مثلا and يعني و سأكتب and children والأطفال children there والأطفال هناك there هناك على ماذا تعود هناك هنا تعود على my town يعني قريتي need يحتاجون مساعدة help يمكن لك مثلا أن تكتب after that يعني بعد ذلك after that I will get married سوف أتزوج and have maybe 10 children وأنجب 10 أطفال أو 20 طفلا يعني فقط أنه يمكن لك أن تكتب أي شيء وتحصل على 4 نقاط هذه هي الفكرة من طبيعة الحال لن تحصل على 10 أطفال في المغرب طفلين أو مثلا نعم طفلين 2 children هذا هو القانون anyways الآن سأذهب إلى يعني إلى يعني ورقة التحرير لأنها هذه تسمى ورقة الوسخ وهنا ورقة التحرير after I get my degree وسوف أكتب يعني سوف أقوم فقط بنقل كل هذه الأفكار يعني هنا يعني لأنها صراحة هذه هي مخططاتي في المستقبل لكن سوف أكتبها على شكل فقرة فقرة يعني سوف أكتبها على شكل فقرة كيف سأكتبها على شكل فقرة؟ يمكن مثلا أن أبدع أكثر وأقول مثلا first يعني أولا I will enjoy my summer holiday ثم سأكتب after that مثلا نقطة نادرة after that تعني بعد ذلك oh my god سأكتب نادرة after that وأضع فاصلة I will go to university سأذهب إلى الجامعة يمكن لي أن أكتب هنا and complete to complete my studies يعني لكي أتمم نادرة هنا لكي أتمم to complete my studies يعني لكي أتمم دراستي to complete my studies فقط هنا أقوم بإضافة هذه الأفكار لكي يعني لكي تبدو الفقرة يعني غنية بالأفكار to complete my studies I will work hard and get my degree يعني هنا يمكن أن أكتب then تعني ثم
then I will apply for my dream job. يعني سوف أقوم بطلب عمل الذي أحلم به to become a doctor. I will work in the hospital of my town, blah blah blah, because they need doctors. لأنهم يحتاجون إلى ال يعني يحتاجون إلى الأطباء. هنا لن أكتب هنا after that، ثم سأكتب فقط مثلا، معذرا، سأكتب هنا finally، يعني وأخيرا. سأكتب هنا finally، أخيرا. I will get married and have two children. إذا هذه هي بعض الأفكار التي يمكن لك أن تكتبها، يعني متعلقة بما هي مخططاتك المستقبلية عندما تحصل، بعدما تحصل على البكالوريا. إذا هناك من طبيعة الحال الكثير من الأفكار التي يمكن لك أن تكتبها، لكن يعني يبقى ذلك اختيارك الشخصي الخاص. وهنا فقط أقترح عليك هذه يعني هذه الفقرة الصغيرة جدا والمفيدة، وتتضمن أفكار، يعني أفكار واضحة جدا عن مخططاتك في المستقبل. وتذكر جيدا أنه يعني حتى في عندما نقوم بتصحيح الامتحان، يعني لا نركز عن أفكارك، فنحن في آخر المطاف لسنا مهتمين عن ماذا ستفعله في المستقبل، لأن ذلك يبقى يعني اختيارك الشخصي. ولكن نحن كأساتذة اللغة الإنجليزية نركز فقط عن ما إن كنت قادرا على كتابة فقرة باللغة الإنجليزية أم لا. يعني في التصحيح نقوم بتصحيح مثلا هل التلميذ مثلا يستعمل كلمات مختلفة، يعني تسمى word choice، يعني كلمات مختلفة في فقرته. هل هو يستعمل الروابط المنطقية مثلا first after that finally then، تعني أولا بعد ذلك ثم وأخيرا. هل هو يستعمل قواعد لغة إنجليزية صحيحة؟ هل هو يستعمل علامة الترقيم ومثلا علامة الترقيم و capitalization؟ مثلا نبدأ الجملة ب حرف كبير، نضع فاصلة، نضع نقطة، وعندما نضع نقطة نبدأ مرة أخرى بحرف كبير، إلى غير ذلك. يعني هناك الكثير من الأشياء التي نقوم بتصحيحها في فقرتك، ليست الأفكار من الدرجة الأولى، لكن هناك مثلا نقطة واحدة على الأفكار، ونقطتان مثلا عن الكلمات، ونقطة عن يعني عن قواعد اللغة وطريقة الكتابة إلى غير ذلك. إذن هذا كل شيء أصدقائي فيما يخص الإنشاء باللغة الإنجليزية. أتمنى أنكم قد استفدتم شيئا من طريقة تصحيح هذا الامتحان. الآن سأمر إلى أسئلة النص وقراءة النص. إذن الآن إلى النص وأسئلة الفهم أصدقائي. أسئلة الفهم 15 نقطة، يعني قراءة النص والإجابة عن أسئلة الفهم 15 نقطة. يعني لن تحتاج لأن يعني تفكر في أي شيء يعني خارج هذا النص. جميع الأسئلة يجب أن تكون، جميع الأجوبة يجب أن تكون من النص. من طبيعة الحال سوف لن أقرأ هذا النص كله، لأن ذلك سيأخذ مني وقتا أكثر. وحتى وإن قرأت هذا النص، يعني سوف لن تستفيد أكثر يعني من أي شيء، لأنه إن كنت تشاهد هذا الفيديو لكي تتعلم طريقة الإجابة فذلك سوف يفيدك، لكن النص سوف من طبيعة الحال سوف يتغير النص في الامتحانات القادمة، ولكن الأسئلة تبقى نفس الأسئلة، إلا أنه من طبيعة الحال إذا تغير النص فمنطقيا سوف تتغير الأجوبة، لكن الأسئلة دائما تبقى ثابتة. إذا سوف أعطيكم يعني نظرة أو فكرة عن النص، لأني سبق وقرأته من طبيعة الحال. النص يتحدث عن واتساب، يعني أبليكيشن أو ويب أب، أو يعني برنامج مشهور جدا، يعني مشهور جدا واتساب، الكل يعرف واتساب يعني ماسنجر. وهنا يتحدث عن النص يتحدث عن الشخصين جان اند براين، يعني الشخصين الذين قاموا بتطوير برنامج واتساب، وبعض المعلومات عن هؤلاء الأشخاص وكيف يعني التقوا لأول مرة، وبعض المعلومات عن حياتهم الخاصة، وماذا تعني مثلا كلمة واتساب. كل ذلك يوجد في هذا النص. وما هو موقف المستعملين من برنامج واتساب مثلا، هل هو يعني آمن إلى غير ذلك.
كما يتحدث النص كذلك عن علاقة واتساب بالفيسبوك، يعني لماذا قام الفيسبوك بشراء برنامج واتساب، وكم هي القيمة المالية التي دفعها الفيسبوك لهذه يعني لهؤلاء الأشخاص لكي يشتري ذلك البرنامج، ومثلا ما هو مصدر التمويل، ما هو مصدر المال للأشخاص الذين طوروا واتساب إلى غير ذلك. إذن معلومات عامة جدا عن برنامج واتساب. هذا هو موضوع النص. الآن سنذهب إلى الأسئلة. السؤال الأول يقول choose the right answer، يعني اختر الجواب الصحيح. وهنا the text is about، النص حول ماذا، وهنا أعطوك بعض الاختيارات: واتساب and teenagers، يعني الواتساب والمراهقين، واتساب success story، يعني قصة نجاح واتساب، ثم واتساب disadvantages، يعني سلبيات الواتساب. من طبيعة الحال فهذا النص يعني يتحدث عن واتساب success story، يعني قصة نجاح واتساب. إذن هنا سنكتب، دعني أغير هذا اللون لأنه يبدو مزعجا شيئا ما. يعني سأكتب هنا واتساب success story، يعني معذرة، success story، يعني قصة نجاح واتساب. هنا fill in the chart with information from the text، يعني املأ هذه الفراغات بالمعلومات من النص. هنا لدينا السنوات، سنة 2009 event تعني الحدث. إذا في هذه السنوات ماذا حدث في هذه السنوات طلقا من النص؟ سوف نذهب إلى النص ونبحث عن كلمة أو عن تاريخ 2009، وسنرى الحدث الذي وقع في 2009 ثم 2014. إذا عدت إلى النص هنا سوف ألاحظ هنا لدي هنا 2009، November 2009 توجد هنا. واتساب was finally launched in the App Store for iPhones، يعني تم يعني نشر أو إصدار برنامج الواتساب في يعني مركز برامج آيفونز. أنا سأكتب، يمكن لي أن أكتب هذه الجملة كلها، لكن أنا فقط سأكتب launched the app، أو WhatsApp was launched in the App Store for iPhones، يعني WhatsApp سأكتب هنا WhatsApp was launched in the App Store for iPhones، يعني تم إصدار برنامج الواتساب في في يعني في يعني مثل بلاي ستور. أنتم تعرفون بلاي ستور لأني لا أعرف الترجمة العربية لأب ستور. المركز الذي نقوم بتحميل البرامج منه، مثل مثلا بلاي ستور في أندرويد وأب ستور في آيفون. ثم 2014، سأذهب مرة أخرى إلى النص وأبحث عن سنة 2014، وتوجد هنا 2014. وماذا وقع في سنة 2014؟ فيسبوك declared that they were acquiring WhatsApp، يعني فيسبوك أعلنت أنها اشترت واتساب. إذن هذه هي الجملة التي ذكرت فيها سنة 2014. يمكن لي فقط أن أنقل كل هذه الجملة، يعني أكتبها مثلا فيسبوك declared that they were معذرة acquiring oh god they were acquiring WhatsApp. إذن هذه هي يعني هذه هي الجملة الصحيحة، يعني فيسبوك قالت أنها اشترت واتساب، وسأكتبها هنا. الآن سأمر إلى التمرين التالي. See are these sentences true or false? Justify. الفكرة واضحة هنا، هل هذه الجمل صحيحة أم خاطئة، وعلل إجابتك. هنا لدينا Emily feels safe when she uses WhatsApp. هذه السيدة أو المراهقة Emily feels safer when she uses WhatsApp. تحس بالأمان عندما تشاهد أو عندما تستعمل برنامج WhatsApp. من طبيعة الحال هذه الجملة صحيحة true، وسوف أعلل يعني إجابتي من النص. هنا تقول so I feel more intimacy and security، يعني أحس بالكثير من الحميمية والأمان في داخل الواتساب. يعني سوف أكتب هذا الجواب هنا. I feel، دعني أغير هذا اللون.
عادي خلاص. I feel more intimacy and security. I feel اسمع دي more intimacy and security. إذن صحيحة. هنا one of WhatsApp founder studied programming at university. يعني أحد يعني مبرمجي الواتساب درس البرمجة في أحد الجامعات. هذه الجملة كذلك صحيحة، وسوف أعلل جوابي انطلاقا من النص. إذا ذهبت إلى النص سوف أجد هنا he finally got into San Jose State University where he took training in programming. يعني هذه هي الجملة الصحيحة، يعني هذا الشخص درس في جامعة San Jose State University وتعلم البرمجة هناك. إذن سأكتب هذه الفكرة هنا وسأقوم بنقلها. He finally أو سأكتب he got into San Jose State University where he took programming. My God, programming. Where he took training in programming. إذن هذه هي يعني تعليل هذا الجواب. سوف أقوم بنقله هنا وسأغير هذا اللون. أعتذر عن هذه ال... ثم هنا Jane and his partner Brian worked for Facebook after leaving Yahoo. يعني هل اشتغلوا في الفيسبوك عندما تركوا شركة ياهو؟ لأنهم اشتغلوا في شركة ياهو أولا ثم بعد ذلك هل هم اشتغلوا في فيسبوك أم لا؟ هذه الجملة خاطئة، يعني سنقول هنا false وسوف أعلل إجابتي من النص. والإجابة توجد هنا they applied to Facebook but they were not lucky. يعني قدموا طلبهم للعمل في الفيسبوك but لكن they were not lucky، يعني لم يكونوا محظوظين. هذا يعني أنهم من طبيعة الحال لم يتم قبولهم للعمل في شركة الفيسبوك. يعني سأقول هنا they applied to Facebook but they were not lucky. إن لم يكونوا محظوظين. وهذه هي ال... يعني هذا هو تعليل هذا ال... هذه الإجابة هنا. إذن true true false، يعني صحيح صحيح وخطأ. الآن سأمر إلى التمرين الثالث والتمرين الرابع معذرة. Answer the following questions، يعني أجب عن هذه الأسئلة من النص. How did Jane and Brian get to know each other؟ يعني كيف عرفوا بعضهم البعض؟ هذان الشخصان جان and براين. إن عدنا إلى النص سوف نجد أنهم هنا they work together in Yahoo، يعني اشتغلوا جميعا في شركة ياهو. يعني سأقول they worked together in Yahoo، يعني اشتغلوا جماعة في ياهو. وانطلاقا من أنهم اشتغلوا يعني جماعة في ياهو تعرفوا على بعضهم البعض، لأن السؤال يقول How did Jane and Brian get to know each other؟ يعني كيف عرفوا بعضهم البعض؟ والجواب هو they worked together in Yahoo، اشتغلوا في شركة ياهو. How did Jane and Brian make money from WhatsApp؟ يعني كيف يحصلون على المال انطلاقا من الواتساب؟ هنا they started charging iPhone users. يمكن لي فقط أن أكتب they started charging iPhone أو فقط users. يعني charging يعني يقومون بطلب المال من المستعمل. user هو المستعمل، فنحن نعرف يعني نعرف أنه في إذا كنت تستعمل الواتساب لمدة سنة بعد سنة يطلب منك أن تدفع 0.99 دولار، يعني أقل من دولار واحد. ولكن من طبيعة الحال هناك
ملايير مستعملين للواتساب في العالم، يعني 1 دولار في السنة، يعني هذا الكثير من المال، لذلك يحصل هؤلاء الأشخاص على الكثير من المال. يعني they started charging users، أو يمكن لك أن تنقل كل هذه الجملة، يعني وجوابك سيكون صحيحا. ثم السؤال الأخير هنا، why did WhatsApp attract the attention of Facebook، يعني لماذا أثار الواتساب انتباه الفيسبوك؟ وإذا عدنا إلى النص سوف نجد هنا WhatsApp became popular in just a short amount of time، يعني أصبحت لدى الواتساب أكثر شعبية في وقت قصير جدا، وهذا هو الجواب الصحيح. لذلك قام بإثارة انتباه فيسبوك، يعني WhatsApp became popular in just a short amount of time. WhatsApp became popular، تعني أكثر شعبية، in just a short amount of time. الآن سنمر إلى هذه الـ يعني السؤال إي، التمرين إي، يقول complete the following sentences، يعني أتمم هذه الجمل من النص. أولا the name of WhatsApp comes from، يعني ما هو أصل كلمة WhatsApp؟ وإذا عدنا إلى النص نجد هنا WhatsApp، توجد هنا WhatsApp، تعني يعني هل من جديد، يعني comes from، وهنا سنكتب فقط WhatsApp comes from، دعني أغير هذا اللون لكي it comes from WhatsApp. ثم هنا Facebook paid، يعني Facebook دفعت كم من المال. الآن نبحث فقط عن المال، يعني 19 بليون دولار، يعني 19 مليار دولار، يعني paid 19 بليون، سوف أكتب دولار ثم بلين، يعني 10 ملايير الدولارات. الآن التمرين الأخير في أسئلة الفهم، وهو finding the text words that mean almost the same as، يعني أجد داخل النص الكلمات التي لها نفس المعنى مثل هذه الكلمات. طريقة الإجابة عن هذه الكلمات سبق لي وشرحتها في العديد من الفيديوهات في قناتي. قلت لكم إذا أعطاكم كلمة يعني تنتهي بـ ED مثلا، في هذه الحالة إيدي، يجب عليك أن تذهب إلى النص وتبحث عن كلمة تنتهي بـ ED كذلك. وإذا أعطوك كلمة تنتهي بـ ING، يجب عليك أن تذهب إلى النص وتبحث عن كلمة تنتهي بـ ING، كما مثلا في هذه الحالة. في هذه الحالة أعطونا كلمة convinced، يعني تنتهي بـ ING، يعني في simple past. سنذهب إلى النص في الفقرة الخامسة ونبحث عن كلمة تنتهي بـ ED وتعني convinced. ماذا تعني convinced؟ تعني أنقد، أقنع، و persuaded هي مرادف كلمة convinced، يعني نقول convinced أو persuaded. ثم هنا large، يعني كبير جدا، هذه adjective و paragraph number 6. سنبحث عن كلمة large، وكلمة large هنا أصدقائي هي huge number، يعني كبير جدا، large تعني huge، نادرة huge. إذا إلى هنا أصدقائي أأتي إلى نهاية تصحيح هذا الامتحان. أتمنى أنكم قد استفدتم من طريقة الإجابة على الامتحانات الوطنية. شكرا لكم على المتابعة، كان معكم سيمو من English with سيمو. يمكنكم دائما الاتصال بي عبر الروابط الظاهرة على الشاشة إن كانت لديكم أي أسئلة أو أي استفسارات حول كل ما يتعلق بتعلم اللغة الإنجليزية عامة، وما يتعلق بدروس التانية بكالوريا خاصة. شكرا لكم على المتابعة، وإلى درس آخر. Take care and enjoy the rest of your day. Bye bye.